النهارده على حضرتك والحل بتاعها هيبقى ازاي. ابرز المشاكل ما زال موضوع تعديلات القانون 193 اللي هنستكمله مع وزاره الصحه، علشان ده مختص بتراخيص محلات النظارات، لانه زي ما قلت لك ان هو كان بيخضع ايام ما كانت مصر اقليم شمالي واقليم جنوبي، ايام الوحده مع سوريا، وكانت رسوم الترخيص 2 جنيه و35 قرش، فاحنا طلبنا ان هم يكونوا 500 جنيه، وطلبنا ان محلات النظارات يكون لها حق بيع العدسات اللاصقة والمحاليل، وحظر هذا على الصيدليات ومراكز التجميل، بالإضافة لموضوع عيادات الرمل اللي بيديرها دكاترة بتحط بفارين بتبيع نظارات بدون ترخيص، وكذلك في المستشفيات. إضافة إلى موضوع المحلات القائمة في مناطق كتير من القاهرة ومن بعض المحافظات في المنصورة والشرقية وسوهاج وأسيوط، محلات بتفتح بدون ترخيص وبتبيع نظارات دون إجازة من وزارة الصحة ودون رقابة من وزارة الصحة، فمطلوب تفعيل هذا الأمر. بالنسبة للمحلات اللي في منطقة باب اللوق وعابدين، احنا طلبنا ان لسه هنعد مذكرة لوزارة الصحة علشان نشاركهم في تقنين اوضاعهم وتوفيقها، بحيث ان المحلات دي ترخص قبل ما نطلب تفعيل القرار 205 الخاص بمساحة المحل النظارات ب 25 متر والمسافة بين المحل والمحل 100 متر، فقبل ما نطلب تفعيل هذا البند احنا هنساعد الناس اللي موجودة في الترخيص من وزارة الصحة حتى لا يكون هناك اضرار وقع على اصحاب المحلات القائمة، لان احنا هدفنا من الاول ليس غلق باب الرزق، انما ان احنا عايزين الناس توفق اوضاعها. اللي ما عندوش سجل تجاري، فما عندوش بطاقة ضريبية، فما بيدفعش تأمينات اجتماعية، فما بيدفعش رسوم محلية، ما بيدفعش رسوم نظافة، احنا عايزين الناس دي توفق اوضاعها وتعمل ملفات حتى نحقق مبدأ العدالة الضريبية، وحتى نحقق العدالة بين اللي بيدفع وبيكلف مصروفات حكومية واللي جنبه ما بيدفعهاش خالص. فحصر المجتمع الضريبي أحد أولويات الشعبة في الفترة القادمة، حتى تستوي الالتزامات والأعباء اللي على الناس المرخصين وبيشتغلوا بصورة شرعية، لأن المنافسة في المناطق دي غير عادلة، مع واحد بيدفع تكليف حكومي وواحد ما بيدفعش خالص. احنا هنساعد الناس دي انها توفق اوضاعها، وليس بتسخين الجهات الحكومية والرقابية عليهم، لان احنا هدفنا في الاخر ليس الاضرار بالناس، وانما مساعدتهم في تحقيق سوق تجاري متوازن ويعمل بصورة شرعية وفقا لاولويات الدولة في الفترة القادمة. طيب.